وللحديث أكثر عن الوضع الإنساني والميداني في المنطقة الشرقية ينضم إلينا من الحدود السورية التركية صهيب جابر، صحفي في شبكة فرات بوست. أهلا بك سيد صهيب، ما آخر تطورات معركة الرقة بحسب معلوماتك؟ بداية تحية لكم ولجميع مشاهدي قناة حلب اليوم. المعارك مستمرة في الناحية الجنوبية، وهنالك تقدم لميليشيات قسد من الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة الرقة. أيضا كان هنالك عدة انتهاكات سجلت في قصف المدنيين واستهدافهم من قبل هذه الميليشيات الانفصالية، بالإضافة إلى طيران التحالف الذي الآن بعد قصفه للخط الأساسي، خط المياه الأساسي الذي يصل مدينة الرقة ويغذيها بالمياه. الآن مدنيو الرقة هم في حالة انقطاع تام عن مياه الشرب، ويسقط شهداء منهم أيضا بسبب نعم، يعني محاولاتهم لو استجرار تحدثنا أكثر عن مياههم الوضع الفرات الإنساني في إلى مدينة المدينة. الرقة. الوضع مأساوي بشكل عام، هنالك انقطاع تام في العديد من المواد الأساسية الغذائية، توقف كامل للأفران داخل مدينة الرقة، وأيضا هنالك بالإضافة إلى كل هذه الانتهاكات والقصف المستمر من قبل التحالف وطيران النظام وانتهاكات ميليشيات قسد، أيضا الآن أهالي الرقة وأهالي محافظة دير الزور أيضا محتجزون في مخيم مبروكة ومخيم الهول. أيضا نعم، هذه يعني تماما، الميليشيات الانفصالية هناك تحاول أنباء استنشاق تتحدث عن حركة نزوح من ريف دير الزور باتجاه الحسكة، يعني ما حجم هذا النزوح وكيف يعامل المدنيون الفارون من قبل تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية على الطريق؟ النزوح متواصل، النزوح بشكل يومي يكون من مناطق دير زور ومن الحدود العراقية السورية باتجاه ريف دير زور الشمالي، ومنها إلى مناطق ريف الحسكة وإلى هذه المخيمات التي ذكرناها. نود أن التنويه إلى نقطة مهمة هنا في هذا المحور، وهي أن ميليشيات قسد الانفصالية الآن تجبر الشبان من المناطق الشرقية من الرقة ودير زور إلى الالتحاق بصفوفها، وأنشأت في البارحة أو منذ أيام أنشأت معسكرا لتدريب هؤلاء الشبان وإلحاقهم بصفوفها في المعارك. طبعا هذه الانتهاكات لم تكن جديدة، هي مستمرة منذ أشهر، سجلت عدة حالات مقتل عدد من الشبان العرب من محافظة الرقة أو حتى من محافظة الحسكة ومن محافظة دير زور أيضا خلال الاشتباكات. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن ميليشيات قسد الانفصالية تقحم هؤلاء الشبان في واجهة ميليشياتها، ويكون لها دور نعم، الإدارة لهؤلاء الشبان، وللأسف يسقط العديد منهم خلال هذه المعارك. أيضا الوضع مأساوي في باقي المناطق سواء في الرقة أو نعم، في دير الزور، استمر القصف، قصف التحالف وقصف الطيران الروسي وطيران النظام على نعم عدة مناطق، وكان بعجالة، آخر يعني الوقت نتائج هذا ضيق القصف جدا من بعد إذنك. نعم، من الحدود السورية كان التركية آخر صهيب جابر، صحفي في شبكة فرات بوست، شكرا جزيلا لك.